شارك العشرات من صحفي مؤسسات الصحف القومية في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، بدأت بمسيرة من أمام جريدة الأهرام حتى وصلت إلى نقابة الصحفيين، وذلك اعتراضا على معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية التي وضعها مجلس الشورى والتي تصل إلى 48 إصدار ما بين صحيفة ومجلة. وطالب الصحفيون بأن يرفع مجلس الشورى يده عن الصحف القومية، وكذلك تشكيل مجلس أمناء للمؤسسات القومية حتى يختاروا من خلاله المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى عدد من شيوخ المهنة ينضمون إلى هذه اللجنة حتى يختاروا رؤساء تحرير الصحف القومية. هذه الاحتجاجات جاءت بعد فتح مجلس الشورى باب الترشح بداية من اليوم الثلاثاء 3 يوليو وحتى الاثنين 9 يوليو 2012. المفروض الدكتور أحمد فهمي أول ما جه كان يعالج الخلل الموجود في المؤسسات، مش يجي بأجندة فيها تغيير 48 قيادة صحفية ويقعد لولا إن نقاب الصحفيين والصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية من صدر الصحفيين كلهم وقفوا ضده فتراجع بعض الوقت. وبعدين دلوقتي هو الحقوق هو في المحكمة قاضي بإذن الله بيحل مجلس الشورى، فعاوز قبل ما يحل مجلس الشورى يغير القيادات الصحفية. هي ظهر دلوقتي إنه الأغلبية اللي في مجلس الشورى من حقها وفق القانون إنها تعين قيادات صحفية. هذا معناه إنه يبقى مصير الصحافة القومية مرتبط بنتائج الانتخابات البرلمانية. يأتي الإسلاميون فترتدي الصحافة القومية العمامة الإسلامية، يأتي الليبراليون مفروض يبقى واجب على الصحافة القومية أنها تخلع العمامة الإسلامية تلبس الزي الليبرالي، يأتي لجنة الانتخابات باليساريين أو المصريين تغير الصحافة القومية ضميرها ورايتها، وهذا وضع غير مقبول لا مهنيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. إن كل مؤسسة كبيرة من المؤسسات أو صغيرة من المؤسسات الصحفية فيها كبار ما بيشغلوش مواقع قيادية. فإذا افترضنا مثلا لمؤسسة الأهرام شكلت منها لجنة من 10، هذه اللجنة ممكن يبقى فيها السيد ياسين، فاروق جويدة، مكرم محمد، أحمد صلاح منتصر، ونضيف ليهم أسماء فيها عبد المنعم سعيد، في غيره أيا كان على اختلاف اتجاهاته. وكل من يرغب في أن يكون رئيسا للتحرير داخل المؤسسة يتقدم للجنة دي. أنا لما أتقدم لأساتذتي دول أو زملائي دول أبقى محترم نفسي وفاهم المسألة. اللجنة دي تصفي ثلاثة تبعتهم لمجلس الشورى يختار منهم واحد، خلاص خلصت. يعني هو طبعا النقابة الصحفيين يعني من المؤكد أنه مجلس النقابة بيتضامن مع الزملاء في المؤسسة القومية ومع مطالبهم المشروعة بعدم تدخل مجلس الشورى في شؤون المؤسسات الصحفية القومية. احنا كصحفيين بنرفض طريقة تعامل مجلس الشورى مع ملف المؤسسات الصحفية القومية بنفس الطريقة اللي كان بيتعامل بيها مجلس الشورى السابق في عهد صفوت الشريف. القانون الفاسد اللي بيحكم العلاقة ما بين مجلس الشورى وما بين المؤسسات الصحفية هو اللي كان بيخليهم يكتبوا على جماعة الإخوان إنها جماعة محظورة، لأن كانت المسألة ولاءات وتعليمات. إحنا رافضين هذه الطريقة، ولا يجب أن ينتقل الولاء من الحزب الوطني إلى الحرية والعدالة. إذا أريد لهذه الصحافة وهي مملوكة للشعب أن تمارس دورها التنويري والرقابي على المؤسسات وعلى المجتمع وعلى لصالح أهداف هذه تنمية مصر، فيجب أن تكون حرة بشكل حقيقي وليس ديكور وليس شعارات وليس مجرد إجراءات شكلية. ثانيا أن نقابة الصحفيين لا ينبغي أنها تكون غائبة عن أي إجراء له علاقة بهذه المؤسسات. لا ينبغي أن احنا يستدعونا ويسمعوا كلام مننا وفي النهاية يعملوا اللي هم عايزينه. نحن طرف في التفاوض في كل ما له علاقة بهذه المهنة، إن نحن الممثلين الشرعيين، نحن ممثلو هذه المهنة وممثلو أصحاب المهنة، ونحن المنوط بنا التدخل لدى أي جهة تحاول فرض هيمنتها على هذه المهنة. لكن أنا أعرض أمري على واحد اسمه المهندس
فلان الفلاني في مجلس الشورى، انا عايز اساله قبل ما يجي يمتحن او يبص على السي في، تعرف يعني ايه خبر، ويعني ايه تقرير صحفي، ويعني ايه تحقيق، ويعني ايه حوار، يعرف الصوره بتتحط فين، يقول لي يعني ايه منشته، يعني ايه اتنين عمود، ويعني ايه بونت، ويعني ايه فونت، يقول لي يعني ايه كلام صوره. دول ما يعرفوش حاجه خالص. دي واحد يا جماعه حرام عليك، ارحموا المواطنين المصريين. احنا مواطنين مصريين عاوزين نعيش، عاوزين نفتح بيوتنا. حرام انتوا النهارده بتهدوا المؤسسات الصحفيه، النهارده حولتوها تاني، بتحول الحواري وشوارع، النهارده انتوا بتفتحوا الحواري والشوارع. انتوا وقعتونا في حاره سد زي ما بيقولوا. حرام عليك، عالجوا الخلل الموجود. مطالب بتغيير القانون الذي يتيح لمجلس الشورى السيطره والهيمنه. نطالب بانشاء هيئه مستقله للصحافه تتولى شؤون المؤسسات الصحفيه القوميه. نطالب بالغاء المجلس الاعلى للصحافه، ونطالب ايضا بانهاء سيطره اي تيار سياسي له الاغلبيه، سواء اللاحقه او السابقه او السابقه او اللاحقه او الحاليه، بالغاء سيطرته على المؤسسات عبر مساله تغيير رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات. يجب ان يكون بهذا سلطه مستقله تماما عن اي من سلطات الدوله الاخرى، لكي نضمن ان تكون صحافتنا القوميه صحافه مستقله بشكل حقيقي ومخبره عن الشعب الذي يملك هذه الصحافه بشكل حقيقي. احنا مش هنترعب ومش هنخاف، ونعتقد انهم ضحكوا على كل سكان العشوائيات، واحنا بنسيبهم لهم، ونحترم الصندوق ونحترم مواطنينا. اذا كانوا افتكروا انهم ضحكوا على دول، مش هيضحكوا علينا. اقتراحاتكم ايه في الموضوع؟ نحن لدينا تشريع جاهز نريد الدفع به، لا نريد ان نتقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه باعتباره جهه التشريع، ولكننا نناشد الرئيس محمد مرسي في بدايه عهده الجديد ان يتخذ موقفا واضحا من الانحياز الى حريه الصحافه وتحرير المؤسسات القوميه من التبعيه لاي مجلس تشريع.